اهلا وسهلا بيكم. النهارده هنتكلم عن جواز الاعلاميه منى عراقي والدكتور ايمن رشوان وجواز ندى الكامل وعمرو كمال وانتهاء الخلاف اللي قعد 10 سنين ما بين الهضبه عمرو دياب وما بين عمرو مصطفى. والحقيقه كمان في فيديو مسرب جديد لمنى فاروق وخالد يوسف. دي اخبارنا النهارده ان شاء الله باذن الله. في البدايه كده بطلب من حضراتكم نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد. وبعد اذن حضراتكم فضلا وليس امرا حضرتك تعمل لي اشتراك للقناه وتفعل زر الجرس وتنزل تديني لايك دلوقتي، وهنتظر تعليقك في اول الحلقه او في نصها او في اخر الحلقه. يلا بينا نبدا. انا احمد الحكيم. النهارده في اخبار ماليه السوشيال ميديا عن جواز الاعلاميه الجريئه منى العراقي والدكتور الاعلامي ايمن رشوان. والحكايه بدات في فرح الاعلاميه سالي عبد السلام لما كل الناس اتفاجئت ان الاعلاميه منى عراقي جايبه الدكتور ايمن رشوان معاها ومانجخين مع بعض كده. بعد كده ظهرت معاه تاني لدرجه ان الناس ابتدت تربط بينهم وتقول انهم فعلا اتجوزوا. والغريب ان منى عراقي طلعت بنفسها على صفحتها على فيسبوك وقالت انها تعرف الدكتور ايمن من زمان قوي، وان اوقاتها معاه دايما بتتميز في سعادة وفرح وضحك ورقص. وكملت وقالت ايوة اتجوزت الدكتور ايمن ومحبناش نعلن، وانهم ما كانوش عارفين ان الناس هتفرح لهم كده. وقالت انا اتجوزت الراجل اللي بتسند عليه طول عمري واللي اسمه يشرف اي حد. وبعدها قالت انا اتجوزت فعلا بس مش الدكتور ايمن رشوان، وبصراحة انا مش فاهم الالغاز دي. وبصراحة الناس ما فهمتش هي عايزة تقول ايه، ولا عرفوا اذا كانت فعلا اتجوزت الدكتور ايمن رشوان ولا لا، وسابت لهم الموضوع غامض ومفتوح. لكن على الناحية التانية الدكتور ايمن رشوان نفى انه اتجوز من الاعلامية منى العراقي، وقال انها صديقته من زمان لكنه ما اتجوزهاش. وما انتهاش الموضوع لحد هنا، لان الدكتور ايمن طلب من منى عراقي انها تنفي الاشاعة دي وانها تخرج تقول انهم ما اتجوزوش، وده اللي منى لسه ما عملتهوش ومحدش عارف ليه ما عملتش كده. الغريب بقى في الموضوع ان حتى بعد الدكتور ايمن ما كذب الخبر وقال يا جماعة عليا الطلاق ما اتجوزتها، بقى ترند في محركات البحث وبقى رقم واحد في البحث على جوجل هنا في مصر. لكن مش ده اللي انا عايز اتكلم عنه. اللي عايز اقوله ان وانت بتبحث عن الدكتور ايمن رشوان هتلاقي الزوجة مكتوبة منى عراقي، يعني يا دكتور ايمن سواء كنت اتجوزتها او لا فانت لبست حلو يا حلو. ونسيب بقى الجوازة دي ونروح لجوازة تانية. والنهاردة في اخبار بتقول ان مغني المهرجانات عمر كمال بيستعد لجوازته. طبعا العروسة مش مفاجأة، وهي ندى الكامل طليقة احمد الفيشاوي، الجواز اللي بيترتب له في تكتيم جامد جدا وسرية جامدة جدا وبعيد عن الصحافة. وده اللي بيحصل بعد فترة طويلة جدا قضوها الاتنين في الغزل في بعض على كل وسائل التواصل الاجتماعي. ومع ذلك كل ما حد ده ولا ده انتوا هتتجوزوا او مرتبطين يقولوا لا احنا مجرد اصدقاء. لكن الغريب ان مع تسريب خبر الجواز بيقولوا ان العروسة ندى الكامل غضبانة جدا من تسريب الخبر، وانها حذفت صورهم من على مواقع التواصل الاجتماعي، وانها كانت عايزة موضوع ارتباطهم يكون بعيد عن الاضواء لحد ما تتجوز رسمي. والحقيقة انا هنا لو اتكلمت هقول كلام ممكن يحبسني وربنا يستر عليكم. يعني ايه حضرتك زعلتي يا حرام لما الناس عرفت انك خلاص هترتبطي وتتجوزي على سنة الله ورسوله؟ يعني انا اسف، شايفة ان ده اخي يعني ولا ايه ولا انا مش قادر افهم. يعني كل اللي فات ده كله واللي حضرتك عملتيه على وسائل التواصل الاجتماعي كان عادي؟ كان في اللذاذة ولا كان اسمه ايه؟ طيب سمهولي الله يخليك وقوليلي كان اسمه ايه. وهنسيب الخبر اللي بيفور الدم ده ونروح لخبر تاني يفوت دم اكتر. هو تسريب فيديو رقص خليع للفنانة منى فاروق مع المخرج خالد يوسف. والحقيقة أنا مش عارف مين المسؤول عن تسريب الفيديوهات دي وإزاي بيختار الوقت اللي ينزل فيه الفيديوهات دي، لأن الفنانة منى فاروق كانت لسه في العمر وكل وسائل الإعلام اتكلمت عنها ومعظم الناس اتمنوا لها الخير والهداية ودعوا لها بالتوفيق، وكانوا خلاص ابتدوا ينسوا موضوعها القديم بتاع الفيديو الجنسي بتاعها هي وشيماء الحج وخالد يوسف. بيجي دلوقتي حد يهد كل ده ويصرف فيديو الله اعلم الفيديو ده اتعمل ولا اتصور سنة كام. وده بيخليني اسأل هل البنت دي مقصودة؟ يعني هل حد بيحاول يهدها؟ الله اعلم. لكن الظاهر ان الاعمال السيئة اللي احنا بنفتكرها خلاص عدت بتفضل تطاردنا وتختار لنا الوقت اللي تهدنا فيه.
وبعيد عن كل الفيديوهات والتسريبات، كان في خناقه ما بين الهضبه والملحن عمرو مصطفى، والخبر اللي جاي عن انتهاء الخلاف ده. والحقيقه ان عمر مصطفى متصدر الترند من امبارح بسبب انتهاء خلافاته مع الهضبه عمرو دياب، وده بعد 10 سنين قضوها في خصام شخصي وفني. وكان الملحن عمر مصطفى عمل مبادره للصلح بينه وبين عمرو دياب، وشارك فيها متابعينه على وسائل التواصل الاجتماعي، وقال في المبادره دي ان العمر بيجري بسرعة، وان الواحد مش هيسيب غير السيرة العطرة، وانه بيودع اي مشكلة مع اي انسان، خصوصا لو كان الانسان ده بتجمعه بيه عشرة عمر، وانهم قدوة للاجيال. كمل وقال انهم صنعوا تاريخ مشرف في الموسيقى، وانه بيتمنى ان الاجيال اللي جاية تستمتع بده من غير اي شوائب، وانهم بينشروا السعادة، وانه عاوز يفضل في ذهن المستمع كل الانتاج الموسيقي ده من غير اي صراعات. وقال انه بيستغل فرصة عيد ميلاد علامات الموسيقى عمرو دياب ومحمد منير، وبيقول لهم كل سنة وهم طيبين، وانهم قامات كبيرة في تاريخ الموسيقى. والحقيقة الصلح ده جاي بعد سلسلة كبيرة من التصعيد والمشاكل والانتقادات اللي عملها عمرو مصطفى بنفسه ضد عمرو دياب. يعني مثلا في سنة 2017 خرج عمرو مصطفى في برنامج وقال انا مش هدور على عمرو، والمفروض هو اللي يدور علي، لانه حقق نجاحات كتيرة جدا من ورايا. وبعد اللقاء ده بيومين نشر على حسابه الشخصي على موقع الفيسبوك وقال ورحمة ابويا انا لا عايز اشتغل مع عمرو دياب تاني، ولا فارق معايا، ولا بحب اجيب سيرته في برنامج لولا بس المعدين المتخلفين اللي بيقحموا اسمه اي في جملة مفيدة. خلصنا بقى ومرحلة وعدت والحمد لله. لكن في سنة 2018 اتطور الخلاف بين عمرو مصطفى والهضبة لما نزلت اغنية باين حبيت، لان ساعتها اكد عمرو مصطفى انه زعلان جدا لتجاهل كتابة اسمه على الاغنية، واكد ساعتها انه هيقاضي عمرو دياب. وفي سنة 20 كان عمرو مصطفى في برنامج، ولما اتسأل عن عمرو دياب قال هو متعصب انه مجرد ذكر بس اسم عمرو دياب بيعصبه، وقال كمان ده ما جاش عزاني في امي، ومش عايز حد يتكلم عن الموضوع ده اصلا، لان عندي ردود هتزعل، ومش عاوز اجيب الاسم خسارة ان انا اجيبه. على العموم انا عاوز اقول ان الصلح خير، والمبادرة كانت حلوة من عمرو مصطفى، وربنا يهدي النفوس، وياريت اي حد متخانق كده مع حد يبادر ويصالحه. لحد هنا وعاوز اقول ان خلصت حلقتنا، ياريت تعملوا لي اللايك والشير وتفعلوا الجرس. ليكم مني كل المحبة، انا احمد الحكيم، سلام.